تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع. ما المسارات المتوقعة لقضية فلسطين في عام 2019؟ هل ستتفاقم أزمة المشروع الوطني الفلسطيني؟ أم أن حلولاً تلوح في الأفق؟ هل يتصاعد العمل الفلسطيني المقاوم؟ وماذا عن فرص فوز الليكود في الانتخابات الصهيونية وتصاعد هجمة الصهاينة على مدينة القدس؟ وفي زهرة المدائن مبدعات من القدس، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين ثورة البراق عام 29 و900 وألف.